For me, Jerusalem is the most confused place you could live in. The rights, it's going to be here in Gaza, dreams. احنا بنعيش هان كأنه احنا موجودين بسجن. موجودين بسجن. غير انه احنا عندنا الوضع ومحاطين من كل المستوطنات. بشوف البحر. كل يوم بشوف البحر بس ما بقدرش اروح. We always feel that we want to leave this place. Just and forget all about this and have a normal day life. I don't know how we will survive one day in this life without music. '76 صار عندنا فرقة في البلد يعني شب بالغنون بيش في السهرات. كانت الشبابة تراث. يعني أنا دعم للتراث وإحياء للتراث وما وخلص. سواء كنا مبسوطين أو زعلانين أو غضبانين، ليش ما يكون دائما الموسيقى موجودة لإلنا لهناك. لا بدأت في الموسيقى لأنه هي أسلوب الحياة اللي شعرت إنه ممكن يطلعني من اللي أنا فيه. أهو شو الوضع كله تمام مستمتعين بالمستنقع وسع وبالتحديد مكان متشبع مستمع لكن عندي مشكلة نسمع كاره الجميع بدون استثناء بحتفظ التوازن خارج نطاق الإناء مش أبو نداء مش أبو البراء أنا الإيقاع بالإجماع صخب صوتي أعلى من شارع كم القميص بيطفي كثير بعبيس على قدر المستطاع فك دبو بيس يا وبدنا نورجي هذا الشيء للعالم واحنا بنقدر نوصل للسلام صدقني الا ما حد يسمع لك شكرا شكرا شكرا